ارتفاع توتر سرياني طبعا الـ RLT بارتنشن كبر ما تحب مطارات شو صار شايفين يا شباب الأخير طلعت مطارات هالمريضة هاي جت على المستشفى بتعب وضيق في النفس أو قصر في التنفس كانت عم تتعالج سابقا بالمدرات العروة ففي عندي عرض هو التعب وقصر في التنفس صار عندي سلة تنفسية اسبينيا وتعب عام وسمعنا نفخة سمعنا نفخة بالفحص والطبيعي الضغط كان عنده نورمال والريت كان عنده طبيعي بس كان الريت بتضيق عاد على مميز امرأة في مقتبل العمر ما في عنده اي جهد يعني سمعنا مال كاكلز خرافر رطبة في الساحتين تمام حطينا نقطة دان سيستريك نفخة انقباضية متأخرة بان سيستريك متوضعة على القمة تنتشر للأبط والإكزيلا وسمعنا اس 3 واسمعنا اس 3 قبل قصور رايت اسمعنا اس 3 في قصور القلب وكامل العلامات الكبرى بعرف انا هلا انه ممكن مريض وانا بنحكي باعتبار بنحكي على الصمام الثلجي وعم نحكي على القصور بعرف انه القصور رح يؤدي لاحقا وسريعا الى قصور الثلج يؤدي سريعا الى قصور قلب اس 1 كان نورمال ايش وضع اس 1 بالتضيق؟ كده اس 1 اس 2 از وايد عريض اند سبلايد سبلايد يعني منقسم كمان هي احد الاعراض العلامات اذا في عندنا نفخه انقباضيه متاخره اسف متاخره مستمره بانسيستولي طويله بانسيستولي تالية انقباضية متوضعة في القمة تنتشر من الأبط مع سماع S3 و S2 كان عريض ومنقسم بالإضافة كان عندها في ضيق في النفس ندخل في القصور قصور التاجي ريجارجيتيشن من أشيع الآفات الخلقية من أشيع الآفات الصمامية اللي نشوفها نحن في الصمامات في الشرق الأوسط هو قصور الصمام التاج لكن الإصابات الأبهرية بتكون أكثر في أوروبا هو عدم انغلاق وركتي الصمام أثناء الانقباض بالتالي الدم وين رح يرجع؟ باتجاه الأذين رح يكون عندنا مدروج عالي بسبب فرط الضغط الكبير من البطين باتجاه الأذين هنشوف المدروج هذا شو فيه ومرض الصمام التاجي هو مرض تطوري يعني يفاقم نفسه بنفسه هلا نفهم شوي قد يكون حادا ومزمنا لأول مرة رح نقسم أمراض الصمامات إلى أمراض إصابة برايمري وسكندري وخاصة في الصمام التاجي آفة شائعة في بلادنا على أقصى ضيق الأظهر وشائعة في البلاد الأوروبية الأسباب ممكن تكون أسباب كالعادة رثوية أسباب خلقية وأسباب تكلسية كالعادة أحيانا اعتلالات العضلة القلبية الضخامية أحيانا التهابات مناعية إصابات مناعية
مجموعة من الأسباب رح نمر عليها بشكل سريع. الأسباب الولادية والتنفسية، في عنا مرض اسمه التنفس الحثي، وهو تنفس مخاطيني بيصيب رئتي الصمام، ممكن يكون ليفي أيضا. التنفس الليفي بالعادة بنشوفه بالأعمار المتقدمة وعند الذكور أكثر من الإناث، لكن المخاطيني بنشوفه عند الشباب وخاصة الإناث. تغيرات الورقات في التنكس الليفي قد تبدو سوية أو متكلسة أو متتخنة في نهايتها، والحبال الوتدية بتكون مشدودة. بينما المخاطيني عبارة عن حبال وتدية متطاولة مع ورقات متتخنة مفرطة الحركة مع انغلاق بالوني. نظري الآلية الأساسية في التنكس الليفي اللي يعطينا قصور هو تمزق الحبال، لكن الآلية المخاطنية هي انسداد الوريقة في كثير مقاطع إيكو بين أشياء. نحن بنشوف بارتفاع الضغط وتكلس حركة الصمام التاجي رح يصير تمزق بشكل مفاجئ للحبال، فبصير عندنا تنكس ليفي، التطور يكون سريع على عكس المخاطنية اللي بيكون بطيء. في عندنا من الآفات الخلقية وجود عضلة حليمية واحدة في مقطع فيديو عندي ما لحقت على الرميقة. بدل ما يكون عندنا عضلتين حليمات ملتصقة في الجدار الجانبي للبطين الأيسر، تكون عضلة واحدة، فالصمام بيكون مايل مثل البارشوت، مثل المظلة. شلون المظلة مرتكزة على حبل واحد؟ لازم يعني إذا شبهناه بمظلة، المظلة مرتكزة على حبل واحد عم ينزل فيه المظلة. لكن الصمام في العادة في أوتاد بتشد الورقة هي، وفي أوتاد بتشد الورقة هاي على عضلات حلامية. إذا ما في عضلة حلامية الصمام بيكون هي. وعم في عنا شاب يعني عملنا له بالصدفة يقول عم يشكي من الزلة وضيق نفسه، قد طلع عنده بارشوت صمام تاجي ذو عضلة حلامية واحد. طبعا هذا بيتحول للجراحة إذا كان شديد. أحيانا تيجي التطور الولادية على مستوى الورقات الصمامية، أي الأسباب الخلقية. أسباب مناعية وعلى رأس الحمى الرثوية كما في التضيق. التهاب الشغاف. قصور صمام تاج ثانوي المنشأ. قلنا معه ندخل شوية بتفاصيل. ثانويات. هذول كانوا بديهيات يعني. الصمام هنا يكون جهاز صمام سوي، أي أن الحبال الوتدية والورقات كلها سليمة، إنما يحصل القصور نتيجة توسع في الحلقة أو قصور إقفالي وهو الأهم، وأنا وضحت في الحلقة الماضية. فبيكون عندنا احتشاء عضلة قلبية وصاب جدر من الجدار الجانبي للعضلة القلبية وخاصة الشريان المنعكس، رح يكون في عندي تموت في جزء العضلة القلبية، بالتالي عضلات الحليمية رح تتموت، بالتالي بالشد الصمام بصير عندي قصور ثانوي. وهذا لازم أفهم في الأطفال، يعني بقول لك مريض احتشاء في كثير من مسائل الجوردن، مريض احتشاء عضلة قلبية وصل في ساعة متأخرة، حطيت السماعة سمعت نفخة بانسوس الإباضية، معناته العضلة القلبية تموتت. سمع هذا الشخص عندي قصور تاج ومنشأه ثانوي. العادة لما يكون عندنا المنشأ الثانوي، أنا إذا لحقت المريض فتحت الشريان ترجع العضلة الحليمية زي عتلات العضلة القلبية الضخامية كما رح تثبت آلية الورقات. أسباب نادرة مثل متلازمة معرفان الدوكانبس وعتلات العضلة القلبية بالحمضيات الحميضات. أسباب كثيرة لا داعي للتركيز عليها، بس لازم تعرف إنه في أولي وثاني. طيب خلينا نشوف كيف بيتطور المريض في قصور الصمام التاجي. الأذين اليسرى تستوعب الدم القادم إليها من الأوردة الرئوية في الحالة الطبيعية، لكن في قصور الصمام التاجي صمام الورقات ما بتسكر. في مرحلة الانقباض الضفير الأيسر رح يدفع الدم باتجاه الأبر، لكن في جوف آخر مفتوح الدم في عنده جوفين رح يبعث الضفير الأيسر الدم باتجاه جوفين. الجوف الأول باتجاه الأبر باعتبار فتح الصمام الأبري، لكن
وريقة الصمام التاجي لما تغلق مفتوحة فيها قصور وراحت الدم جاي للرئة اليسرى. الرئة اليسرى بيجيها دم من الأوردة الرئوية الأربعة في الانبساط، وبيجيها دم من البطين الأيسر في الانقباض. فشو راح تتوقع بتحصل الرئة اليسرى؟ أكيد راح يصير فيها دايليشن، توسع. تتوسع الرئة اليسرى بخط أحمر تحتها. لكن لا يستمر هذا التوسع إلى ما لا نهاية. هشوف انه شو بيصير بالصم بالبطين. البطين ذكي، نتيجه التوسع في الاذين اليسرى الاخيره ستحتوي كميات كبيره من الدم في مرحله الانبساط، عم بيجيها من الاورده وعم بيجيها من وين؟ من البطين. بالتالي فان كميه الدم الزائده في الاذين اليسرى ستصل في البطين الايسر في مرحله الانبساط، في مرحله زياده في مرحله الانبساط، يعني انبساط البطين. لما بينبسط البطين والأذين هتتخبط رح تدفع الدم كلياته، وهذه في مرحلة الانبساط بتساوي الحجوم. بالتالي ومنع ارتفاع الضغط، ضغوط الملء وضغوط البطين الأيسر وخلال فترة الانبساط سيبدأ البطين الأيسر بالتوسع. البطين الأيسر هو عم ينقبض عم يدفع دم اتجاهي، لما بتوسع عم تجي دم من الأذين اليسرى وعم بتجي دم المتراكم في الأذين اليسرى. دم الأوردة الرئوية الأربعة اللي جمع ضمن الأذين اليسرى، والدم اللي دفعه في الضربة السابقة لوين؟ الأذين اليسرى. هذا راح ينزل بدفعة واحدة من البطين الأيسر، كما راح يصير فيه دايليشن. لذا إن في قصور الصمام التاجي مين بيتأدب سريعا؟ البطين الأيسر. زي ما في تضيق الصمام التاجي البطين الأيمن، ولهذا الأذين البطين الأيسر ما تأذى في تضيق الصمام التاجي. طيب، ونتيجة زيادة قطر نهاية الانبساط فإن هذا سيؤدي الشدة على الجدار، يرفع الضغط أيضا فيه ويزيد على تخانه في الجدار. نفس المبادئ السابقة، البطين ذكي رح يزيد الضغط في أجوفه ورح يبعث أو رح يرسل كمية الدم القادمة له من الأذين في مرحلة الانبساط وكمية الدم التي تراكمت في الأذين. طيب، أنت كبطين أيسر لأفرض أنا راح تضخ في الثانية 100 ملي باتجاه الأبهر. في الضربة الثانية أنت ضخيت 100 كلياتها بعتبر عندك قصور صمام؟ لا، ضخيت 80 ورشي وين راحت؟ الأذينك. طيب، في الضربة الثالثة نسبة كمية الدم التي يعني الوارد وصول للبطين الأيسر 100، وقديش نسبها؟ صار 120. أعطاني كمان ضربة دفع 80 ورجع قديش؟ 40. كيف ضربة؟ رح تتوسع الأذين، رح ينزل كمية أكثر من البطين. نتيجة ضربة قوية بتفش كامل الدم باتجاه الأبهر. لكن طب هيك في ضربة أولى، ثانية، ثالثة ورابعة، في الدقيقة 100، 60 ملي، في الساعة ربع 60، في اليوم ربع 24 ساعة. قديش رح يتعب البطين هذا؟ رح يتعب كثير، وبالتالي رح يصير فيه دايليشن، رح يصير فيه توسع. طيب لما بصير عندي دايليشن توسع، برايك الاي اف شو رح يصير فيها؟ قالوا وصلوا لا، الاي اف الايجكشن فراكشن الكسر القذف تنخفض. لذا اهم رقم لازم نركز عليه في القصور هو الاي اف، وهذا رح يفيدنا كثير في مقاربه المريض. بينما ركزنا في التضيق على درجة التضيق ودرجة البرشر اوف تايم والميجريديان وايضا الضغط الرئوي، لكن هون راح نركز على الكسر القذفي. اذا نزل الكسر القذفي تحت رقم شو راح نساوي؟ واذا حافظ عليه شو راح نساوي؟ مقاربة بتفرق كثير بين التضيق والقصور. فانا من خلال الحكي النظري لازم اعرف ان الأذين توسعت والبطين توسع بالآلية، آلية فرق الحجوم او كمية الدم اللي بتزيد البطين الأيسر. واللي اعرف انا لاحقا انه صار عندي قصور قلب بدليل اي اف نزلت، قصور قلب محافظ غير محافظ حسب المرحله الزمنيه. عم نلاحظ انه رح يتوسع البطين الايسر ورح تتدنب في اللاحقه الجزء المقذوف للمحيط، بالتالي رح يصير عندنا نقص طبيعي محيطيه، راح يصير عندي ارتفاع الضغط في اثناء الانبساط.
فالمرض فبيقول لك قصور الصمام التاجي، المرض يفاقم نفسه بنفسه، بيجي دم وعم يروح دم، وعم بيرجع دم وبيروح دم، المرض متفاقم. طبعا احنا لما بنقول الدخان الذكي رح يزيد حجم الدفق، رح يرفع الريت فيه، زاد النبض فيه، فبيتفش، لكن مع مرور الوقت كل واحد بينزل الاي اف وبينزل الريت، ولهذا لما حطينا اول مساله الريت ما كان عالي، كان قديش؟ نازل. في المراحل الاكيوت ما في لسه مريضك، ما في ولا اعراض، ايه؟ مطين الايسر ذكي لك بيتغلب، بيتفش الدم، بتاني ضربه بيشتغل بيعمل الدم. الضربة اللي بعدها بيرجع، بعدين كمان بيتفش، لكن يوم عن يوم عن شهر عن سنة كمية الدم البطين بتوسع خلص، ما راح يتفش الكمية المحتاجة للجسم. لذلك كل مرضى قصور الصمام راح يكون عنده ودمان والدم المحيطية ضعيفة، حط ايدك على الأطراف زي الباب. أكيد رح يصير عندي مجموعة من التغيرات لازم أعرفها عشان أبني عليها مسائل. هاي الآلية إذا صنفوا عندي قصور حاد هو انقطاع مفاجئ في الحبل الوتدي أو الوتري نتيجة تمزق العضلة الفرعية باختلاط الاغتشاء. فلازم نتداخل إسعافي وجراحي في القصور الحاد. لازم أتداخل جراحي، لازم أفتح الصدر و الحلقة يعني الورق العضلة الحلمية أرجع أثبتها خلص مريضك بيروح زي ما الحال. هلا ما بنشوفها، لكن في الأسنان بسبب الحمى الرثوية نتيجة تقدم التليف والتمدد والتكلس في أجزاء الصمامية تظهر الأعراض في المراحل المتقدمة. بنلاحظ نتيجة القصور ايش أثر عندي الدايليشن بالودين اليسرى، وقديش عندي صار ضخامة في جدار البطين الأيسر، وقديش حيصير عندي الدايليشن كمان توسع في البطين الأيسر. كمان بنفس الآلية السابقة في التضيق، إذا توسعت الأذين اليسرى في عندي أوردة رئوية، رح يصير الضغط الزيادة على الأوردة الرئوية الأربعة، رح يصير عندي احتقان رئوي، رح يروح عندي لوين الاحتقان؟ على السمرتين، رح يرتفع الضغط السفين الشعب، رح يزداد الضغط الرئوي، رح يزداد الضغط في البطين الايمن، رح يصير عندي قصور بطين ايمن، بالتالي كمان قصور صمام فلكسر، كمان توسع اذينا اليمنى، توسعت الاذينا اليمنى، ننزل شوي على البطن، على الاجوف السفلى، كمان رح يصير عندي مشاكل في البطن من احتقان كبدي، بالسرتين، وحبن، وانصداد، وذن، نفس الآلية. هاي الآلية كلها يا زلمة. الأعراض الزلة، أنا حكيت عندي زلة، أكيد الزلة نتيجة تدني الـ EF وارتفاع الضغوط في نهاية الانبساط ونقص النتاج القلبي، بالتالي رح يصير عندي قصور قلب، ومراحل قصور القلب معروفة. الزلة التنفسية والتعب أثناء الجهد رح يصير عندك أيضا زي زاد الضغط في نهاية الانبساط، فيزداد القلس على الأذين اليسرى من الأذين اليسرى على الأذين الأيسر، بيرتفع الضغط الرئوي، فبصير عندي وزمة رئة. صار عندي شيء اسمه وزمة رئة، السوائل وين تجمعت؟ في الرئة. فأنا إيش سمعت؟ خراخر كركلز، لذلك في مسألة السرية كان في عندي خراخر رطبة. لما بسمع خراخر رطبة في القاعدتين عندك احتمالين، قصور قلب، قصور صمام تاج، أول خيار. لذا صار عندي وزن ترين. أنا نشوفها في المراحل الحادة أيضا من ارتفاع الضغط. أكيد. خفقان بس منشر، خفقان هذا ما بنشوفه مثل خفقان ضيق التاج، هذا خفقان في المراحل الأولية، لكن مع تقدم حيكون عندك بطء نبض. عسر بلع وبحر الصوت، الأذين اليسرى توسعت، لكن مثل ضيق التاجي؟ لا. كمان احنا قلنا لما ضيق الصمام التاجي الأذين اليسرى توسعت وين ضغطت؟ لذلك ما كل عرض لمرض هضمي معناته هضمي، ممكن يكون قلب، الأذين اليسرى ضغطت عصب الحنجرة وصرت لك بحر صوت،
ضغط على المريض سواء ده عزك بقى. تخيل ان مريضك شاحن وبارد فقر دم ممكن يكون عنده فضلة القمة. انا هات اس واحد بيشتد في تضيق الصمام التاجي معناته ضربة القمة شو رايكم فيها؟ لما اس واحد بيشتد في تضيق الصمام التاجي ضربة القمة شو وضع؟ اكيد مشتد. ضربة القمة رح يكون في عندك انحراف في ضربة القمة نحو الاسفل والايسر. ليش نحو الاسفل والايسر؟ ضخم ايسر ضخم الفخذين الايسر. لكن في تضيق الصمام التاجي مين كان المميز في الجز؟ رفعت البطين الايمن البطين الايمن هو المتضخم. لكن في القصور مين كان المتضرك شيء؟ البطين الايسر. لذلك ضربه القمة رح تحرفت نحو الاسفل واليسار الزياده. بالتالي احسن عندي تخطيطيا شو برايك؟ ضخامه الجواب يسرع حيكون عندي انحراف محور ايسر. بينما في تضيق الصمام التاجي ضخامة الجواف يمنى فالحراف محور ايمن بالفي واحد وفي اثنين. لازم لا طالب لا مو ضروري كان يحفظ يفصل لازم يفهم كيف صارت الفيزيولوجيا. برأي تضيق الصمام التاجي النظم اضطراب النظم الاشيع مين كان؟ النسبة 40%. لكن كمان في هون عنا احيانا اضطراب النظم الرجفاني لكن ليس شائع. الإصغاء نفخة في التضيق حط جدول وامشي نفخة في التضيق بسوسه. في القصور انقباضي أكيد أنا في مرحلة انقباض البطين رجع الجزء المغلوف باتجاه الأذين عن طريق الصمام وهو لسه عم يسكر. هسمع شو أنا انقباضي شامل الانقباض استمر كذا ما بيهمك الحكي هذا ما كان سماعه. انا وضحت في المساله انه انا حطيت السماعه على الخط الناصف بالدربو على قمه القلب سمعت بان سيستم يعني نفخه شامله طويله للانقباض ممكن تنتشر الاكزيلا بالقلب فمنطقه انتشارها واسعه. اذا ميت المريض شوي على طرف اليسار حطيت السماعه تحت القلب تنتشر للقبض. تنتشر للقبض نحن بنقول من الناحية العملية لما بتكون الوريقة الخلفية هي المتأذية بتكون قريبة من القبض معناته القصور صار جاهز. أنت لازم تعرفها مفضعة في البؤرة التاجية ومنتشرة في القبض. هذا اللي بيهمنا شدة ما شدة ما في بس لازم أفهم لازم أفهم. على الرغم من ان القصور الشديد يؤدي الى نفخه عاليه الشده لحن عالي لكن شده النفخه ليس لها علاقه بشده القصور وهذا شيء مميز. احيانا بنسمع النفخه شامله للانقباض ذو لحن عالي بنسوي دور ضرب نلاقي القصور متوسط. احيانا بنسمع نفخه خفيفه شامله للانقباض واصل القبض بنلاقي تضيق شديد. إذا شدة النفخة ليس لها علاقة بعض السؤال من الأسئلة التي تذكر بالامتحانات ما له علاقة بشدة القصور خربطوا فيها. هالنفخة ما تغير مع حركات التنفس في الشهيق الزائد بحرجة من بحرجة سالية. اس واحد برجع أقول تضيق قصور نفخة أصوات تخطيط إيكو. كل طالب لازم يكون عنده ورقة أو حيطة على فراغ. إيش وضع إس واحد في التضيق؟ محتاج. إيش وضع إس واحد في القصور؟ طبيعي أو ممكن يكون طبيعي، ممكن يكون خافت في مراحل متقدمة. طيب، إيش وضع إس اثنين في التضيق؟ كان مشتد على حساب مين؟ والمنري المركبة الرئوية، لكن الأبعرية ما تأذن. بالنسبة للقصور تشتاد المركبة الرئوية أيضا نتيجة ارتفاع الضغط الرئوي. شو وضع اس 3 في التضيق؟ شيء مهم ما في اس 3. شو وضع اس 3 في القصور؟ أساسي وهو هام جدا. كثير من المسائل اللي بتجي سمعنا نفخة مع اس 3 انتبه خليك صاحي ما تطلب مني بالامتحان.
في سؤال هيك وهيك جاية بالأعراض وجاية بالأرقام. إصداء الصدر حطيت أنا ببداية المسألة لما حط أخير لما حطيت ببداية المسألة كراكلز خراخر. إذا ممكن أسمع خراخر ممكن ما أسمع. لما تجيك عرض برزنتيشن لمسألة بشوف فيها مجموعة من العلامات والأعراض تدخل في عمق أو صلب الموضوع بتلاقي شوي شوي عم تتجزع. هلا بيطلع آخر واحد على اليمين عم بيلعب موبايله رح يديها كلها. جاهز لحالك. تخطيطية ايش وضع التخطيط في التغير؟ ضخامة مضيق أيمن يعني في واحد مسيطرة. بدنا نشوف علامات توسع أذين يسرى وعلامات ضخامة بطين أيسر. أنا بلاحظ بالتخطيط هذا إن الأذين اليسرى كانت بشكل تاجية كمان في القصور لما بتتوسع رح تكون متضخمة لكن ما بنشوف حرف الام بشكل الفولتاج لها كبير بشكل عام. أنا بلاحظ ضخامة بطين أيسر آر لوحدة في في 5 وفي 6 أكثر من الطبيعي. إذا جمعت R بالفي 5 وفي 6 مع الاس بالفي 1 أكثر من 45 عند الذكور أو 40 أكثر من 35 عند النساء وهي العلامة الوحيدة تعطي تخطيطية. أو لاحظ R كبير حسب لي ياهم هون زيادة مشعر قلبي أكيد بطين أيسر بتوسع واحتقان بالسواد. رح نشوف عنا كمان ممكن نشوف خطوط كيرلي كما شفناها في البطين التضيق التاجي كما شفناها في قصور القلب. أصلا عندنا صار قصور فإجباري لازم أشوف خطوط كيرلي قلب دوري جديد. عم بلاحظ الأذينة اليسرى قديش صار فيها الدايليشن خمسة كله راح وسعت كثير. قديش صار عندي مشعر القلبي هاي قمص الأذين اليسرى اللي لازم أشوفه كله عبر طيب نجي بقى عليه إيش بيفيدنا الإيكو؟ بشوف بيفيدنا للبنية التشريحية بشوف صنان له وريقتين ولا له وريقة واحدة ولا له عضلتين حليمان ولا له عضلة حليمية واحدة كما في الصمام المظلي. اللي دوري يفرجينا الحلقة يفرجينا الحبال يفرجينا الارتكاز أيضا يفرجينا إذا كان في تطابق بالسوار لما بينغلق بشكل مثالي ولا لا. بشوف الحركة أحيانا تلاقي وريقة متحركة كثير وريقة أقل تخانة العضلات تخانة الوريقات اللي أعطيني إياها كمان. دوبلر إذا جبنا جريان عبر الصمات لازم بقى هلا نحط مجموعة من الأرقام مثل ما حطينا في بداية المحاضرة ونفهم مو معقول نحفظ بس. ليش اللي هي في نسبة؟ بس بقول لهم هذه الانبساط صار أكيد عكس تصنيف كثير هام كثير هام باعتبار ان القصور هو المرض الاشيع لذا هو الدراسات اللي عليه الاكثر لذا هو العلاج اللي بنتطرق له اكثر لذا هو بيجي بالامتحانات اكثر بنسال عليه اكثر لانه اشيع. طيب درجات القصور ممكن خفيف ممكن متوسط شديد حسب انا كيف اعتمد؟ اعتمد حسب الحجم القاصر او الحجم القاذف من البطين باتجاه الاذين. جهاز الايكو يقيس الحجم المقذوف كلياته من البطين للاذين بيحسب الحجم الوارد من الاورده الرئويه الاربعه
ياخد حجم الجلد يعني كمان ياخد نسبة بيناتهم بعدين درس الأسود. الأرقام مش معقدة لكن لازم أعرف لما بيكون الحجم القاصر يعني كمية الدم اللي بترجع للأذين اليسرى أكثر من 60 ملي بيحسبوا بالحجم ناخذها هيك في الضربة الواحدة أكثر من 60 هذا بضيق هذا قصور شديد. لما بيكون حجم الدم ما بين 45 إلى 60 ملي متوسط أقل من 35 خفيف. هذا حسابيا لكن نحن ممكن ما نعتمد حسب جهاز الايكو ولا الايكو عندنا بيحسب الشيء هذا لكن في ايكو ما نحسب لك اياه في له ارقام اخرى رح نحكيها. احيانا الطبيب هو ممارسته طلع هيك بيحكم عيانيا قديش حجم الدم الراد اسمه اصلا حجم الارتجاع قديش صار ارتجاع على الاذين عندك البطين هيك الدم نازل على الاذين قديش صار عندي حجم الارتجاع بقيس لي اياه عيانيا عجب ثلث ثلثين ثلاث اثنين هلا بشوفها. لا بدي اياها خفيف خلص اقل من كذا. خلينا نشوف شوية ارقام هلا رح انزل مقطع فيديو يوضح الارقام كلها يعني ويقول لك شو هي الفينا كونتراكتا وايش هو حجم المقصوف حجم الارتجاع. ناخذ استراحه 5 دقائق لانه مهم بدنا نركز شوي. اذا ان هاي وريقه نحن هذا اسم مقطع فور تشامبرز رباعي الحجرات. كيف الشباب اللي حضروا برباعي الحجرات انا لازم اسكر الابهر حتى احسب القيم. اذا اخذنا بس 15 درجه بس بالبروك اخذنا مع عقارب الساعه 15 درجه بنفتح الابهر بنفتح الابهر كسرطان بالشكل هذا بين انه عم يكب الدم على البطين الايسر. تخيل بس تخيل انا سكرت الابهر كل حسابات تاجي لازم يكون الابهر مسكر دوبلريا. في مرحله الانقباض لازم الوريقتين بتسكر بهالشكل سيور بينتقل هيك نشوفها هيك لازم ينطقوا هيك ستول. لازم اسكر الصمام التاجي وافتح الابهري. الابهري بالمقطع بيجي بالعادي هون شافوه الشباب اللي حضروا ليكم بيفتح الابهر بتفش الدم من البطين نقول هلا مشان ما هاي الاذين هذا بطين ايسرين قبض البطين الايسر سكر الصمام التاجي في مرحله الانقباض دفع الدم من الابهر باتجاه المحيط. بالايكو انت عم تحط البروب هون عم تحط البروب هون وين هون شو عندي الجزء البارد بطين عم تحط البطين هون لكن الايكو الشادو شو بيكون عكسي معناته البطين فوق معناته الجهاز هون دائما افهم الصدى بيجي بالعكس الزر بالعكس معناته هون بطينات فوق بطينات لكن انت جهازك هون على البطين جهازك هون فبيرسم ترسم الصورة على الجهاز عكسية الأذين تحت والبطين فوق. في مرحلة الانقباض سكرت التاجي فتحت الأبهري الأبهري بيجي هون بيدفع الدم للمحيط. في مرحلة الانبساط الأذين فتحت التاجي وحطيت الدم في البطين لكن الأبهري ايش وضعه؟ لا مغلق سكر هذا طبيعي. طيب في مرحلة الانقباض لازم الوريقتين
الزوار بيلتقوا مع بعض بهالشكل، لكن اذا ما التقوا مع بعض هاي الحاله صار عندي قصور. انا قدام رح يتجه من البطين الى الابهى، فتحت الابهى انا مثلا، ورح يتجه الدم من البطين الى البطين. انا بدي احط الدم المرتجع، اسمه الدم المرتجع باللون الاحمر، ماشي؟ الدم الراجع او القاصر بالتحديد علميا. ارجع لوين؟ بعطيه شوية كلر، بعطيني اللون المزيج ما بين الاحمر والازرق، هو اللون العفن يعني المزيكي. البطين اوصف. تداخل الجسر الصاعد مع النازل هو اللي بيعطينا. هلا بيجي دم هيك، في عندي دم الاذين عم بيرجع، تداخلهم العكسي هذا هو اسمه الكلم جت. نحن بنشوف الجت. الجت بنقول له حجم الارتجاع. اصلا كل لا لوضح اكثر، كل ما بحط جت برسم كلر، كل شيء عكس الطبيعي بيرسم باللون المغاير. كل شيء عكس الطبيعي، الطبيعي رح يروح هيك، من شفته لون مغاير فهذا مرض. لما بينفتح الصمام الابهري كان فيه قصور، رح يرجع الدم، في دم رايح باتجاه البطين اتجاه المحيط، لكن رح يرجع الدم باتجاه البطين. هذا قصور ابهري، فبيعطيك اللون هو اللون المزيكي من اللون او العفن. انت احفظني هاللون، طبعا مو اللون الاحمر، هو اللون ما في سبب، لون اصفر ما بها. هذا الدم المرتجع، الدم القاصر. بهمني اعرف شغلتين لأميز أنا بين إصابة بدئية خلقية وإصابة ثانوية من منشأ احتشاء. بالإصابة من منشأ الاحتشاء مين عم يتأذى؟ عم يتأذى الجدار الجانبي. طب الجدار الجانبي فيه عضلات حليمية، حليمية ترتبط بأوتاد، مرسوم الرسم عندكم في الكتاب، ترتبط بأوتاد لتثبت الوريقة. لما بيتأذى هالجدار هاد انضربت الوريقة، انضرب الجدار، تموتت العضلة، العضلة الحليمية تموتت، شدت معها كش، شد مع مين؟ الوريقة. معناته رح يصير عندك الشكل هاد، رح يصير وريقة متحركة هيك ووريقة هيك، شيء ده معناته رح يصير عندي ارتجاع. رح احطه في اللون الأحمر، رح يصير عندي قصور. هذا قصور شو اسمه؟ سكندر. كيف انا عايز ناخذها بس لنوسع الافق شوي. اذا الوريقه هل شدت هيك، شدت لفوق، الدم لوين راح يرجع؟ راح يرجع الدم المرتجع بشكل زاحف. يعني وين هاي صارت لفوق، لوين راح يرجع الدم؟ راح يرجع زاحف على الجدار الجانبي للبطين المصاب. يعني بس وريقه واحده عم تتحرك الثانيه لفوق، رجع الدم زاحف فيه. طب اذا كان الوريقتين مضروبتين من منشا خلقي مثلا رتبوا، فالوريقه الاولى رح تتم مرفوعه هيك والثانيه هيك، فالارتجاع ايش رح يكون؟ مركزي سنتر. فهذا رح يكون ارتجاع جانبي من منشأ احتشاء، وهذا رح يكون ارتجاع مركزي لأن الوريقتين ما سكروا بشكل متساوي، بينما الوريقة الأمامية كانت عم تسكر بهالشكل هاد، فالدم عم بيجي هيك زاحف. لما بشكله اثنين سوا ما بيرجع دم، اثنين مفتوحين بيرجع الدم بشكل مستقيم. الفكرة الأولى واضحة؟ دكتور ممكن ترسم لنا الصمام المزوري؟ البارشوتي هذا عضلة حليمية موجودة هون،
هذا بطين عيسى. عضلة حلينية واحدة موجودة تحمل ورقة واحدة، الورقة الثانية ما موجودة، فبصير عندك الارتجاع زاحف كأنه هالشكل هذا، فبس عندك هيك الشكل هذا، بس الورقة الثانية غير مرتكزة، بصير هيك اسمها السائبة، غير مرتكزة على الخط. ترجع الدم بيكون اذا كان عندي تضيق، رسمنا ورسم هذا التاجي، التاجي فيه ستينوزس تضيق، يعني مساحة الصمام اثناء الانفتاح الصغيرة، سرعة مرور الدم من البطين من الأذين الأيسر للبطين الأيسر تكون داخل في جوف الصغير فهتكون سريعة، فبيكون الجت لوين رايح؟ لفوق. الارتجاع لوين راح يكون؟ على البطين، راح يكون مركز بشكل عام، سرعته عالية. فنحن بالجت بالكلب بنشوف سرعة الجريان، إذا كان الجريان رايح على البطين الأيسر فهو تضيق، وإذا كان الجريان نازل على الأذين الأيسر فهو قصور. ما بيهمك التفصيلات هاي، لكن بيهمك التالي. عرفنا بس المنشأ السكندري والثانوي والبرايمري، عرفنا. خلينا الأرقام. لا تروح، أرقام عندكم بالكتاب. الجهاز بيحسب كمية الارتجاع، هاي اسمها كمية الدم المرتجع من البطين إلى الأذين، لا هو المصطلح، بيحسب الجهاز بقيس هالحجمين. أحيانا بتكون كمية الدم واصلة لهون، بنوقف نسوي له فريز، ناخذ قياس نحسب لك كمية الارتجاع هي. أحيانا كمية الدم المرتجع هيك حسب درجة القصور، أحيانا كمية الدم المرتجع هيك بيحسب كل هذا. فأنت بتطلع عيانية، إذا كانت كمية الارتجاع تشكل 20% من حجم الأذين اليسرى فهو قصور خفيف، كده أول رقم 20%. طبعا الجهاز هو بيحسب، بس الرقم أنت بتحفظ. إذا كانت أقل من 20% من حجم الأذين اليسرى، يعني ارتجاعها هيك، خلينا نرسمها واحدة واحدة. يعني ارتجاعك هيك، فهذا قصور صمام تاجي خفيف. إذا كان حجم الارتجاع 40% من مساحة الأذين، نص الرسمة الثانية، يعني تقريبا نص المساحة، هذا قصور صمام متوسط الشدة 40% من مساحة الأذين. إذا كان حجم الارتجاع أكثر من 60% من مساحة الأذين فهو شديد. إذا ثلاث أرقام، 20%، 40%، 60% من مساحة هي الثلث. يعني هلا في طبيب بيطلع هيك ما بيحسبها، بيقول لك والله ارتجاع كبير قصور شديد، انت احفظ الرقم، لانه الرقم انت المطالب فيه. اول معيار حفظناه، نجي على المعيار الثاني، الفينا كونتراكتر كمان من الار بي سي، صح؟ خلينا نرسم مقطع الفينا كونتراكتر، هذا الصمام اللي فيه قصور،
الارتجاع لما بيرتجع الدم من البطين الى الاذين بشكل لي قبة مع عنق وارتجاع. قبة نشوفها هيك مع عنق بعدين كمية الدم المرتجع. جهازنا نكتب له رقم عطينا الفينا كونتراكت تبلع يعني عمق اسف ارتفاع الارتجاع. هذا الفينا كونتراكت. هل الارتفاع هذا بيوضح لي هو من العنق حتى الراس؟ هاي اسمها الفينا كونتراكت. يعني بداية هي تقريبا بداية ارتجاع الدم من الأذين من البطين للأذين. والشيء الثاني عمق الجد. هذا عمق الجد. ارتفاع الجد وعمق الجد. طيب الأرقام بالنسبة لعمق الجد بالتحديد بيعبر عن مساحة الصمام في حالة القصور. الأرقام من 2 إلى 6 إلى 4 هيك إلى 4 متوسط. أخذت قياس بالدبلة بالدبلة أخذت القياس بس إذا كان أكثر من 4 فهو قصور صمام شديد. أقل من 2 خفيف. طيب خلينا نشوف اللي فينا كونتراكت حتى السبعة. هاد له أرقام الفينا كونتراكت أكثر من 7 ملي قياسات في الملي شديد. من 3 إلى 5 متوسط. أقل من 3 خفيف. أقل من 10 صفر فرق نص سنتي 7 ملي نفس الشيء. إذا الرقم 0.3 سم. هون نحن بناخذها بالملي. إذا في عندي الأرقام حجم الارتجاع 20-40-60 عمق الجد هو مساحة الصمام من 2-4 ارتفاع الجد هو الفينا كونتراكت أكثر من 7 شديد. هل الأرقام طلبيتهم؟ أنا رسمتهم عشان ما بننساهم. براح نحط هلا نحن جدول. إذا عندنا ماي مودريت سيفير. متى السيفير؟ لما بقول سيفير حجم الارتجاع أكثر من 60% عمق الجد أكثر من 4 الفينا كونتراكت ارتفاع الجد أكثر من 7 40% أقل من 20% 2 5 3 إلى 5 أقل من 3 متوسط. هذول الأرقام اللي بدي اياهم منك. نمسح بس مشان نشغل. نمسح بس على السرعة. هذا طويل. هذا حجم الارتجاع. هاي الأذين اليسرى. هلا إذا واحد طلع له طلة يقول حجم الارتجاع بدون ما بنحسبها على الايجو تقريبا 20% 25 متوسط. هذا عمق الجد. وهذا الفينا كونتراكت. الجهاز بس كتبت في سي حط من هون لهون بيقول لك قديش عنده قصور مباشرة بيقول لك وبيقول لك حجم الارتجاع ويقول لك بأي درجة مباشرة.
مفهومين الارقام يا شباب؟ ضروري نفهم الارقام. شلون وضحنا التضييق؟ بنروح على الفصل. كل انا نسيت مره اذا حكيت معلومه، كل مرضى الصمامات، كل مرضى الصمامات قبل ما تتدخل اي صمام جراحي لازم نساوي تستر، لازم اشوف لون الشرايين الكبدية. واذا كان في عندك اصابه كبيره في الشرايين لازم اساوي عمليه قلب مفتوح، بعدل الوضع الشرياني بعدين ابدل الصمام. ما بيصير تبدل اي صمام بدون ما تساوي قسطره، وخاصة هلا بكره بشوف الأبهري وعلاقته في الدوري. كل الصمامات بنقسطر بعدين بتعطي جراحة. غالبا المرض التطوري بيكون بطيء، احيانا يكون لا عرضي حسب شدة الخصوم وتطور الخصوم وظيفة البطين الأيسر. العلاج، العلاج شايفين شيء هون؟ عرض الجلد اسمه الـ EROA أكثر من 40، آسف مزحت الارتجاع، أكثر من 40%، جهاز الفيزا بيحسبها. حجم الارتجاع أخذها أكثر من 60 حسب الجمعية الأوروبية الجديدة هذا. وظيفة القذفية أكثر من 50 أو أقل من 50، ما بيهمك الأرقام، بس احفظ هذا تحت تحريص جديد. لكن بقى العلاج يعتمد على ماذا؟ حتى العلاج يا هل ترى انا بدي اعالج دوائي ولا اسوي جراحه؟ ابدل الصمام او اصلح الصمام؟ في شيء عندي استطباق بدي افهم واعرف داخل انا بس الجدول، جدول قبل الجدول، قبل نحكي شوي. الجراحة في علاج دوائي هلا. لا تستطب الجراحة في قصور الصمام المتوسط والخفيف ولا اللا عرضيين مثل تضيق. حيث تكون وظيفة البطين الأيسر إي إف أكثر من 60. مضاد استطباب، مضاد استطباب مطلق في تضيق قصور الصمام التاج المايلد والمودريت واللا عرضي، يعني المريض عنده قصور شديد لكن ما عنده عرض لسه. ممنوع تساوي جراحه بشرط الاي اف تعتمد على الرقم هلا طبيعي 60 ل 70%. ما دام الاي اف بعد على 60 لا تفضل، لا بس تنزل الاي اف بتفكر بالجراحه لما يدن لا الشديد العرضي بالتحديد. لكن في هلا استثناء زي ما تكون شايفين بالتحديد. مضاد استطباب ايضا للجراحه لما بتكون الاي اف اقل من 30، يعني المريض صار في مرحله قصور متقدم، فانا ايش راح استفيد من الاصلاح؟ راح افاقم الحاله. ممنوع الداخل تعطي فقط علاج دوائي على الدراكس بمشي. طيب انت بتفيدني بالاي اف بالتداخل. اول شيء لما تكون الاي اف طبيعيه ومريضك ما عنده اعراض ومريضك بعده صمامه مقبول خفيف متوسط دواء ممنوع تبدل او تصلح. كان استشاركنا فيها الدكتور جواد. لاحظ على الخط كل المرضى الذين يعانون من قصور صمام تاجي شو نوعه؟ يعني سوينا الفينا كونتراكتر، سوينا
الايرو سوينا ال ال شو اسمه حجم الارتجاح لازم يكون شديد و متى التضيق شديد و دائما بنفضل الجراحه. بس ايش الشرط؟ ما بتكون الاي اف اقل من 30 نساوي جراحه. بس لما تكون الاي اف تحت 30 كونترا انديكيشن ممنوع، مخاطر عاليه ونجاح سيء. طيب في حال قصور التاج الشديد لكن شو غير عرضي في العلاج التداخلي صدر العلاج الداخلي عند وجود استثنائي. واحد الاي اف لما بتنخفض الاي اف تحت الستين، طبعا في الاب تو ديت الجديد تحت الخمسين، لكن حفاظ 60 الابري تحت الخمسين، اسف الاي اف تحت الستين. لما بتكون الاي اف تحت الستين يعني صارت 59 لكن شديد بس ما عنده اعراض، مريض عنده كل العلامات اللي عملناها ايكوي شديد لكن مريض ما في عنده لا ضيقه ولا نفخه ولا زله ولا استثريب، ما عنده اعراض، عمل له اي اف كسر القصف، كسر القصف 59 جراح. دكتور اذا ما عنده اعراض جراح سواء طيب. الخط التالي للجراحه لما بيكون قطر بطين، قطر البطين الايسر في نهايه الانقباض 45 مللي 4.5 سم، بس ازداد على 4.5 سم افكر بالجراحه، رح يصير عندي خلل شديد لانه البطين الايسر ما فيه اعراض. من بلش طريقة تنزل تحت التهور الاعراض بسرعه بتداخل على السريع، يفضل الاستطباب. استطباب لحاله كمان لما بشوف عندي قصور شديد ولا عرضي بس في عندي رجفان بتداخل، ولما بيكون الضغط الرئوي اكثر من 60 ملي متر ثقه 60 55 ل 60 ما هي مشكله، هو 60 في الجهد والراحه. قصور تاجي حال انه مباشره جراحه، حال مريض احتشم وضربه العضلات جراحه. إذا كان عندك قصور تاجي مزمن شديد لا عرضي بعالج دوائيا، شديد عرضي شديد عرضي بساوي جراحة، بس شرط الـ EF ما بنزل كثير تحت 30. إذا كان شديد عرضي والـ EF 59 أفكر بالجراحة خلص لازم أبلش. وإذا كان عندي رجفات أذيني وقطر نهاية، انتبه قطر نهاية الانقباض وليس رح ناخذ في الأول بكرة رقمين، نهاية الانقباض ونهاية الانقباض، حدوث رجفات أذيني والضغط الرئوي عم بيطلع صار عندي فوق ال 55 60 تفضل الجراحة. ماشي الأرقام رجاء ما بتنساها. احيانا بيسووا توسيع حلقه الصمام، بيسووا لها معالجه تلطيفيه، علاج الدوائي. طيب كالعاده في عندي ضخامه اجواف يسرى، مدرات العروه هي الاساس، حاصرات بيتا، مميعات، مضادات الزين المحول للزين الخميره الايس والاركس. احيانا ليك وهذا تحديث. اذا قصور، لاحظ قصور شديد اقيم الايكو. اذا كان البطين الايسر الاي اف بلشت تنزل والقلوسيه تحت ال 60 احول على الجراحه. اذا كان الاي اف تحت ال 60 والبطين الايسر صار فوق ال 4.5 سم في الانقباض احول على الجراحه، افكر في الجراحه. لا بعده محافظ اعطي علاج دوائي، اعطي علاج دوائي. ما في جراحه لما بتكون الاي اف هذا كونترا اندكيشن، ممنوع ممنوع ممنوع. بس بدي تفهم الحكي هذا استبدال وما استبدال ما بيهمنا. طبعا هون عم بحاول يفضل الاستبدال حسب النيه واللي حكينا الحكي هذا. اصلاحات
هذا القصور. شكل شوية. بطين أيسر طبيعي مراحل شديد اقل من واحد
خالص من 1.5 سنتيمتر مربع لمساحه الجسم شديد خالص خالص شديد. ضغط الرئوي 50 اكثر من 50 مدروج مدروج الجريديانت من 10 اكثر من 10 برشا هاف تايم اكثر من 10 بالنسبه للوصول ارقام كثيره لكن بيننا حجم الارتجاع اكثر من 60 في اكثر من 40 60 وعنص الجد فينا كونتراكتر اكثر من 7 ملي وعرض الجد اكثر من 4 كمية الارتجاع او نسبة حجم الارتجاع مصادفة اكثر من 30 جذي هذا كل القصور والقضيه مقاربه العلاج دائما لازم يكون شديد رجاءها يعني زدتك مساله شديد بدون اي عرض شو براق غير براق انك علاج دواء لازم يا شباب انه الاي اف لها علاقه بالمي بالقصور قطر نهايه الانقباض ان سايستولي للمتر اكثر من 40 45 متر هون اقل من 60 هذول لازم افكر بشو جراح اقل من 30 ما نشتغل